السلام عليكم. سوق الخميس عينتا وشطات. اليوم الخميس، اليوم 28 شهر 11، 28 نوفمبر. هذه 7:47. الحرارة كاينة 13 درجة اللي كاينة، قريب الشروق، يعني قريب الشروق. السوق تبارك الله عامر بالخضرة، الخير موجود الحمد لله. قطة هادي باعوها ب 74. اخويا كي داير؟ لاباس السي عبد الله؟ مزيان الله يحفظك اخويا. كي باعوها ب 74 ريال ديال البلاد هادي ديال تاوشطر، 3 درهم و70. انا السي عبد الله شحال باعتو هادي؟ 5 درهم. زوينة زوينة. دوك ديال سميتو منين جاية؟ حدو لجلوب. هادي حدو لجلوب، لوبيا 5 درهم بالجملة. بارك الله الصحة والراحة، الصحة والراحة. الوصلة ديالكم منين جبتوها؟ سبتعين الحناش هذي؟ فين جيها؟ جيت بودربالة ولا جيت قمقم؟ طريق الحاجب؟ حلا غادي راجع لعين عتروس؟ من عين عتروس لا هي حدا هذا. حدا الواد تينيزا فين تيكون واقفين الجدر مياه. ها ثمانية شحال بعتوها؟ 80 درهم. شحال فيه تكون؟ 20. ها 80 درهم يعني طاح ب 4 دراهم. يبيعوها ب 5 6 اليوم. بارك الله على واد تيزقيت نيت هذا. لا واد تيزقيت لعدنا. اهلا صاحبي. اهلا كي داير؟ اجي نسلمو عليك. ولينا كي داير هذا السوق اخويا؟ خويا السوق الخير راه موجود. خير موجود الحمد لله الحمد لله. والأثمنة 66 حتى هبطت حتى 66 ريال 70 80 هي. عبد الله بارك اخويا. صحة انت مزيان. 2016 قال لي هذا دابا. 2016 ما تيشاش دايره؟ ما تيشا 14 18 16. كاين احمل من 14 ل 18. يعني ما بين 70 درهم و 90 درهم. تبارك الله الله يسهل عليكم. واخا دابا ندوز عند هادي قريعه اخرى. هادي اخويا هادي منين جايه؟ من هنا. منين توشطات؟ توشطات عطيناه 1300. ايتوا في الله هنايا. تبارك الله شحال عطيتيه؟ عطيناه اجي لهنا تقابل مع الدوره. مازال دابا مازال الظلام. راه التليفون تيعاون من عند. شحال عطيتيه؟ عطيناه 16. ما بغاش 16. شحال بغيتي انت؟ شحال بغيتي؟ عطاني غير 12. عطى 12. شحال قلتي له انت؟ 15. زيدوا بعدا 5 درهم. الله عطيه 13. شحال عندك منا؟ غادي يدير غير واحد. غادي هي صندوق. صندوق عطيه 70 درهم، يلا هي واحد عطيه 70. هي واحد اللي غادي. واش كاين راه؟ واش كاين؟ قرا خويا عزوز. يلا سير بغيا سير. 70 درهم 3 درهم. لا زوينة فنان. منين جاية؟ كيرودو هذه كيرودو. طريق مكناس. طريق مكناس؟ طريق مكناس. من تاوشطا الطريق مكناس. دار الكراكي دار الكراكي دار الكراكي دار الكراكي كي روضه هادي. الله يسهل عليكم اخويا. البصله موجوده هنا. البصله كثيره. هادو بلاصه الربطه.
المليحة ولدي المليح. بلاصة الربطة هادو بلاصة اللفت وخيزو والقنارية، بلاصة الربطة هادي باربا. منين جاية؟ من مغيلة. مغيلة 45 ريال. باعوها ب 45 ريال، باعوها ب 2 دراهم و 25 سنتيم. تبارك الله. هذه من مغيلة ما بين المهايا والسد ديال سيد الشاهد. بعض المرات اللي بغى يدوز للسد ديال سيد الشاهد كيجي على طريق فاس حتى المهايا ويقبط على اليسار، راه كاين البانو تما فيها السد. تيخرج عاود للطريق الوطنية رقم 4 وتيهبط لواحد البوست نتعدو وتيهبط حتى للبراج. سيد الشاهد راه كاينين اللي تيديروا الحوت تما، كاين فين يجلس الانسان. هذا الحاج التهامي. كي داير الحاج التهامي؟ الشريف ديالي مرحبا بك. كي داير؟ الله يحفظك اسي. بخير اخويا. مرحبا اخويا. صحة. مرحبا. اش داير اللفت اخويا اليوم؟ داير 2 دراهم مرضفو. السريال اللي عندك ما يبقاش يدرك. باش خديته؟ 2 دراهم في السريال. اي كاين لا بالكرو، بالكرو تنهضر. من 60 حتى 40. من 60 40. صورت هذا زي مغيلة هذا؟ هذا ب 45 ريال. ها؟ مدور قلود. من مغيلة 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 مغيلة. تبارك الله. هذا منين جاي؟ هذا مدور الجنون. من فرنسا. اياه سلام الله. اياه سميتو؟ سميتو يوسف وما جو ثلاثة الناس بهم في الحاج. يوسف من الحاج؟ لا فيه واش عيطوا لك ولا؟ لا لا جاو عندي السوق. عندي السوق. جاو عندك السوق شافوك وعرفوك. قال لك حاج التهامي. اييه داك الشيء عندكم راه هو هذاك مزيان، سيروا مزيان. الله يحفظك الله يحفظك. قال لك سلم على ابو عبد الله. سلم على ابو عبد الله. الله يجيب لكم التيسير. الحاج التهامي جاي عند الحاج التهامي. المزرعه ديال الخواجات زوينه زوينه ديال عبد المنعم هذه. لا الشركة ديال عبد المنعم خواجه. تبارك الله. خيزو شحال داير؟ خيزو ب 30 من 30؟ لا غير 40 كان 50 كاين. كاين 40 50 بحال هذا بحال هذا. قول بابا كاع قولي. ها؟ باربع جوج دراهم. 40 ريال. دابا خيزو شحال نقولوا؟ هذا 50 ريال. هذا هذا 50 ريال. من 30 حتى 50. من 30 ل 50 انا بغيت نعرف هذا شحال. هذا ب 50 ريال. هاك هاك هذيك ربطه زوينه 50 ريال. مليح ولا ماشي مليح؟ تباع ب 70 80. لا 70 80 60 60 في الاخر. جاوا مع عند الحاج محسن. تبارك الله. من اي محسن فين صح هذاك محسن صاحبي هذاك. الكاميرا هو فين؟ انا نمشي نشوفه. نمشي نشوف بعدا. شوف عبد المنعم بعدا هو اللو. قناريه هذه بشحال دايره؟ قناريه هذيك 4 دراهم. 4 دراهم واخ 2 دراهم. اش جبتي عبد المنعم؟ عبد المنعم اش جبتي؟ انا جاي انا جاي انا جاي انا جاي. كي داير انت مزيان؟ بخير. كي داير هذا السوق اليوم؟ الخير موجود. الخير موجود الحمد لله. الخير موجود. اللهم شحال بعتوا قنارية؟ قنارية 4 دراهم. 4 دراهم. منين جاي؟ من صفرو. من صفرو. واللفت وخيزو؟ اللفت ما مقادش. اللفت من درهم حتى 50. من درهم ل 50 ريال. ما بين درهم و 2 دراهم ونص. تبارك الله. وهذا اللي عندكم انتوما؟ هذا 2 دراهم. 2 دراهم منين جاي؟ هذا غير من هنا مجيت من الجاط. ممكن مجيت من الجاط. مجيت من الجاط. تبارك الله. حدا بوفكران. وهذا خيزو؟ خيزو حجاوه. خيزو حجاوه. حجاوه ولا مكانسه؟ هما هذوك جهه وحده. قبيله وحده. شحال شحال داير؟ خيزو اليوم درهم 30. ما بين واصل حتى لدرهم. موجود. فين ديال درهم؟ كامل يوراهم هذوك 100 كاين مازال ما باعش. ما باعش كاين دونك كاين كثير كثير مبوربي خويا. المهم السوق يعني كاين موجود هذا الشيء ديال اللفت وخيزو موجود غيكون السوق طايح شويه في الثمن. منين جبتوا قناريه؟ هذه جات من صفرو. منين بلاصه في صفرو؟ ابو غيول. ابو غيول بحال غادي بحال غادي نسد على الفاسي. تبارك الله. ما بين نشوفوها. والباربه ماشي ديالكم؟ الباربه ماشي ديالكم. شحال بعتوها قناريه؟ 80 ريال. بحال هذه نيت. ليش هي هذه؟ هي هذه. 4 دراهم جايه من بوغيول. الله يسهل عليكم اخويا. الله يجيب لكم التيسير. كي داير اصاحبي؟ لاباس بخير. كي داير هذا السوق اليوم؟ كي داير السوق؟ لاباس بخير. مزيان.
كي داير السوق ديال الزيتون. الزيتون بوحدو. لا هو اللي كتحمل الزيتون لعباد الله. ها هي الزيتون ماشي دابا ما كاين زيتون هنايا، ما كاين زيتون. لا كانت مشي للرحال. كنمشي ان شاء الله غدا ان شاء الله نمشيو نشوفوا عاود السوق ديال الزيتون كي داير. واش فيه شي رخا ولا؟ لا لا الرخا ما كاينش اخويا. لا ما كاين رخا، كاع ما تعول على الرخا. لا ما كاينش. قنطار شحال كيعطي؟ والقنطار في يد الله. من 12 حتى ل 22. الله يجيب التيسير، الله يسهل عليكم. فينا بلاصه في صفرو؟ صفرو الكلات. الكلات الزيتون 340، شحال تيعطي؟ 22. 22 كيعطي. 22 هي القليله قلتي لي. ها؟ 22 حتى 24. ولكن اسمح لي غادي نقول لك. لا شحال خديتي انت وكان؟ شحال خديتي انت؟ انا خديته ب 300 في عين الشقاك. خديتيه ب 300 في عين الشقاك. شحال عطاك؟ عطاني وصيني 15 لتر ونص اللي عطاك. شريتيه طاح بشحال طاحت عليك الزيت؟ طاحت عليا ب 2000 ريال نيشان. 100 درهم بلا ترونسبور بلا الزحف. زيد عاود ثاني عاود كنقول لك كيقول لك عاود الزيتون ديال هاد الشجره ولكن جابهم من الشجره اللي الله اعلم. هذيك تيتقلد بها. هذيك تيتقلد بها هذيك. ما شاء الله. هذيك دابا تيقول لك الزيتون ديال البلاد هو جايبهم بلاصه اخرى. بحال دابا هذا الزيتون ديال البلاد هذا دابا انت. البارح في قرسيف في عين شقاق كان الزيتون ديال قرسيف. ديال قرسيف راه مزيان الزيتون، هو ما تيعطيش مزيان. اييه ما تيعطيش بزاف. هذاك ديال الطاس الطاس. اييه الطاس اييه كاين لو زيزون لي زوزين ديال تما راه كاين لو زيزون في النواره ديال النواره ديالو كيتباع ثمن ولكن دابا كيقول لك لا كيجيبوا ديال القرسيف، ديال القرسيف ما كيعطيش الزيت بزاف. 25 سرجيتون. الله يجيب التيسير، الله يسهل عليكم. شحال؟ كلشي درهم. كيفاش كلشي درهم؟ كلشي درهم. اش بقى عندك؟ باقي شي حاجة ولا باتي كلشي؟ باتي بدرهم ولا باتي بكثر من؟ لا غدرهم. هي درهم اللي كاينة صحيحة. البربا بدرهم وخيزو بدرهم. السلعة موجودة راه كلشي موجود. موجودة هي، داكشي قالوا لي كاين حتى ديال درهم، منين جاي هذا الخير هذا؟ جوا تبارك الله. الله يسهل عليك. الحمد لله. ما عرف شحال باع البصله هذا اخويا. انا نشوف راه باع بدرهم قال لي الحاج تامي، قال لي باع بدرهم الباربا بدرهم وخيزو بدرهم. كلشي بدرهم. كي داير سي محسن؟ بخير. اش داير خيزو اليوم؟ خيزو جابوك من درهم حتى. لا هذا هضر معايا 6 ديال الدرهم انا. هذا مازال ما صفنك درهم ونص. 30 ريال ولكن زوين. زوين. موس كفن هذا. منين جاي؟ جاي من الوداية. هذا د الوداية هذا. على واد سبو. سبت الوداية. تبارك الله. ولكن زوين هذا محيده في الليل هذا ولا محيده في الليل ولا البارح في العشية؟ لا البارح تيتغسل العشية باش يصبح. باش تيصبح. باقي من داكشي باقي قرطان. كي داير هذا السوق اليوم؟ السوق خويا بخير موجود قرطان. ياك مبوربي بخيزو اليوم. والله يسهل عليكم اخويا. الله يجيبك التيسير اخويا. الله يحفظك سي محسن اخويا. تعالى احلف الا راه ما نصوروش. درهم بالقطه بالربطه 15 درهم. واخا انا شتو عطاك 400 دابا في جوج قطات. عطاك 10 درهم. عطاك العربون. دابا حيت شتها الناس. صافي ماشي مشكل. فينا با عبد الله؟ اهلا. كي داير؟ رزيني. كي داير بخير؟ مشيتي عند صاحبك؟ شايتي عند با عبد الله صاحبك؟ لا هذا غير ولد صاحبي. هذا هذا ولد صاحبي. ايوا راه كتشم الريح. داخل صاحبي هذا ولد عبد الله ولد صاحبي. عرفت دابا داخل الطوموبيل كتشم ريحة صاحبك. تيتهلا فينا عبد الله. لا الله يعمر هذا. الله يعمر هذا. الله حتى هذا زوين. حتى ولدو زوين اخويا. اش داير قرا عندهم اليوم؟ الفرق. كاين تبيعوا ما بين 300 ما بين
كيدير ب 60 ريال ب 60 لا بغى بزاف 50 ريال سيب له 50 ريال قل من الا بغى بزاف قول لي ما سمعنا حد ما سمعنا حد يمشي جلا يمشي جلا يمشي جلا ما سمعنا حد هادو اللي مو القرعه على حساب الا بغى يدي مثلا اللي غادي يدي واحد طون ولا جوج طون راه ماشي بحال ماشي بحال اللي غيدي وحده راه معروفه هاد القضيه هادي جوج طون غادي يقضي الغرض شويه وغادي يدير شويه غادي يخرج له شي وحده هادي فيها شويه عاود الكوتي كل الكسور تبارك الله واخا ما جيتيش عشقك حضر الكاميرا هضر معاك واخا نطفي الكاميرا قول لي طفي الكاميرا نهضروا كي داير صاحبي بخير الحمد لله كي داير السي عبد الله لاباس عليه شحال بعثوا القرعه اليوم معنا بجوج دراهم ونص معنا ثلاثه دراهم ما بين ثلاثه دراهم وجوج دراهم ونص 60 ريال ما بين 60 و 50 هذه الاثمنه ديال الجمله لان تيديروا قرعه زوينه تيديروا قرعه مليحه منين جاي هذا الخير هذا هذا با عبد الله منين جاي هذا الخير؟ هذا الخير من القصر الكبير هذا من القصر ريصانة هذه من ريصانة ريصانة راه العريش راه قريبة للعريش ريصانة تبارك الله الله يجيب لك التيسير اخويا الله يسهل عليكم الله يسهل عليكم طاطا خي الزو موجود الخير نشوفوا صاحبه من البسبات صاحبي كي داير؟ انت مزيان الله يحفظك اخويا شحال اخويا بعثوا البطاطا اليوم؟ هادي أغبالون سردان 68 70 ما بين 3 دراهم و 40 حتى 3 دراهم ونص ولكن مليحه 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 هاد البيكاج ما واصلش هاد البيكاج ما فيهاش فيها رقيقه بحال هادي مويانه ولكن ما متقوبه ما والو ما داخلها لا سوسه لا والو لا زوينه وهاد الحمراء هادي ديال توجطه 64 ريال 3 درهم و20 سنتيم حتى هي زوينه مازال ما صامتش ما طيباش مزيان ما صامتش ديال توجطه تبارك الله الشمس عاد بدات تتبان نوريكم الشروق كي داير بخير صحة الله يسهل عليك شوفوا البسباس عند الاخر اش داير طاطا موجوده خير موجود الخضره موجوده يعني الخضره داخله كثير اليوم يعني غادي يكون السوق شويه هابط غادي يكون السوق مزيان الحمد لله شحال بعثوا البسباس 260 13 درهم ولد عمك باع ب 15 درهم السوق ما كاين سوق ياك ما كاين سوق سوق عيان عيان شحال فيها من كيلو هذيك الربطه؟ فيها 8 كيلو 8 كيلو حتى 9 الكيلو تبارك الله تبارك الله ب 15 درهم ولكن الا حيدنا ذاك الربيع شحال كيبقى فيها؟ 4 كيلو تبقى فيها 4 كيلو ب 13 درهم يعني سم 4 دراهم تقريبا سم 4 دراهم الله يسهل عليكم منين جاي هذا الخير؟ هذا معي الله نهي الله الضويات الضويات قليل مولاي يعقوب الله يجيب لك التيسير اخويا الله يسهل عليكم أبينا نضرب 4 دراهم قول لهم مثلا بعد تسير ريال كاين بغيت تحضروا 30 ريال ايوا ما شاء الله السلام عليكم مزيانه ديال تبارك الله تبارك الله شحال تيحسبوا لكم دابا هذا الكاس هذا 3 دراهم 60 ريال 3 دراهم الصحه والراحه شحال بعتي البصله صاحبي صاحبي شحال بعتي البصلة؟ 40 ريال بارك الله منين جاية؟ من أدغاغ 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 عين مرصة عين مرصة عين مرصة ما بين ما بين إفران ويموزار أدغاغ
هذا هي عين مرسى. كنتي تما شتي ديك عين مرسى فيها شويه ديال الماء ولا لا؟ شويه ما بقاش شويه فيها الماء. ناقصه 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 بارك الله. ولهني بصله مليحه تبارك الله. راسه راسه مليحه مليحه لا مليحه بصله من داك الشيء بارك الله. مليح بارك الله. الرزق ديال مولانا. والله جبتي سير دار صاحبي لاباس عليك انت مزيان فكيتي شويه ولا؟ السلام ما بعلاش ليها الصحيه. ها؟ صحيه شويه اليوم. ياك ما ساليتيش مازال؟ باقي شحال كتبيعها؟ 70 65 60 ما بين 60 وهادي هادي هادي 70 ريال 75 هادي 70 76 اطلال هادي اغبالو؟ اغبالو اغبالو سردان 70 ريال. والله يجيب لك سير اخويا الله يسهل عليكم. قول لي غير التراكتور منين جايه وكان بعدا؟ جايبني تشعيب. اي تشعيب هنايا ما بين بحال غادي البودرباله بحال غادي البودرباله قويدر 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 شحال عطاو شحال ها؟ راك ولد المنطقه راك حنا تطلبوا درهم ما عطاوهاش ما عطاوكش درهم ما عطاوناش درهم داخله داخله هو فلاح ما غاسلش اللفت مزيان. لا هي ما مغسولاش هي الغسيل الغسيله لا واش هي الغسيل ولا راه قديمه فوقاش حيدات فوقاش حيدات فوقاش حيدات البارح البارح ولا البارح البارح الاربع تحيدات ولا اربع صاحبي راه شويه ماشي هذيك مالها طاحت عليها الشتا ولا مالها مالها صفراء الورقه صفراء دابا هما تيغسلوا باللانصه حنا ما غسلناش باللانصه هاكا هما دابا ولا خويا ايوا الغسيل خاص لحقاش راه اللفت عاود راه هلفت لا هلفت راه الاخرى فينا هي راه شو كي دايره راه كتشعل ديك دابا تغسلات باللانصه باللانصه هذيك دابا البلاد خربيه هاكو حمري ما تيبغيش يتفك دابا درهم ما بغاوش يديوها ما بغاوش يديوها والله يسهل عليك اخويا الله يجيب لك التيسير شحال دايره شحال شحال دايره شحال دايره شي البنات تبلو كيلو 120 6 دراهم منين جاي هذا الخير هذا منين جايه هذه راه ديال هذا كركيري ياه تبارك الله ولا هو يديروا كركيريات المحبس تبارك الله شرشت هذا عطيت الشاده هذه راه خصني نسقفطك على هذه خصني نصورك تبان تبارك الله الله يجيبكم التيسير اخويا الله يسهل عليكم كي دايرك سيده غالي يا اخي مازال ما شتهاش مازال ما قلتلاش مازال عاد نمشي لها شحال اخويا هنا؟ ستة دراهم كاع ستة ممكن ما تريق شوية جيب خشا وقلب هنا عاد سير سير تبيع عاد خلصنا بارك الله كي دايرة بعدا كي دايرة زوينة؟ ما بيهاش ها؟ ما بيهاش ديها تاج بيها دابا بع تاج بيها فلوس واحد ديما قال له دي حتى تبيع شاطاك العموم؟ بارك الله وحاره مزيانه لا خايبه حاره هذه قاطعه هذه قاطعه قول قول قاطعه هذه ما فيهاش هذا 6 دراهم قالوا يطلب والقصبيه 70 ريال منين جاي القصبيه؟ ديال المغيط ديال السخونات السخونات هذه السخونات 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 دابا قريبه للمهايا ياك قريبه للمهايا ولا ندخلوا لها حتى من واد جديده الا بغينا ندخلوا تبادل حتى 70 تقول لك المهايا من المشرع بارك الله يجيب لكم التيسير اخويا الله يسهل عليكم إذا أنت مزيان السلام موجودة أنت مزيان شحال بعثوا البصلة اليوم؟ احنا عندنا ربوة ديال بامو 30 ريال باش بعنا البصلة ياه البصلة ساكنة 50 ريال تبارك الله مليح البصلة الجودة ولا مليح البصلة موزر موزر هادي لينا بلاصة موزر بالضبط أرجع له موزر بشي 4 كلام واش بحال جاي لي فران؟ ياك ما ضرار ياك ما ضرار لا لا الطريق ديال داي تعور داي تعور داي تعور جاي داي تعور هذه القدام ديال عين مرسى قبيله شفنا ديال البصله ديال اضرار هذه منها القدام بحال زايد شويه قربوا لايموزه 30 ريال
درهم واحد. الجلبان عطاه 100 درهم فيها. خمسة درهم. شحال؟ عطاه هذا 100 درهم. هدايا. بخير. الله ينور عليك. صحة. الله يسهل عليك، لاباس عليك. والله يعاونكم اخويا، الله يسهل عليكم، الله يجيبكم التيسير. هذه باع ب6 درهم باش باع هذه الجلبانه. منين جايه هذه؟ بودربالة. جلبانه بودربالة. شحال دايره قريعه؟ 100 درهم الصندوق. 100 درهم الصندوق. فيه 20. فيه 24. 100 درهم. زوينه هذه، منين جايه؟ مهايا. تقاد المهايا. بارك الله، الله يسهل عليك اخويا، الله يجيبكم التيسير. الخاوية كواش انما كوش 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 انما 50 درهم. 50 درهم الصندوق. شحال يكون فيه هذا؟ يكون فيه 26 25. واصلة 25. 26 22. بارك الله. شوفوا الداخل واش بحال بحال ولا لا. خمسين درهم الصندوق. منين جا هاد التفاح؟ من الطريق ديال موزة. طريق موزة. طريق موزة ما بين فران و موزة. كنبيعو ب40 ريال. 40 ريال. جوج دراهم ونص. جوج دراهم ونص قريعة. بارك الله. شي فلور موجود، شي فلور. لا شتا شديتها صورتها. كي داير انت مزيان؟ الحمد لله السلام. كي داير السوق اليوم؟ الحمد لله السوق مزيان، خير موجود. وأثمنة؟ أثمنة هز باش بغيتي. ياك. خير موجود تبارك الله. الحمد لله، والله يسهل عليك، الله يجيب لك التيسير اخويا. شوفوا شويه مطيشه اش دايره. شحال واصله؟ 75 درهم. اييه. خذ عاوتاني جاتني ب 14%. 70. شوف كاين 75 درهم. كاين 70 75. 75 درهم وهذه الجوده المليحه. زوينه مليحه. مليحه. والله يسهل عليهم. فلفله ما شحال دايره؟ والله فلفله ما شحال هادي 70 درهم. بارك الله. وكاينه هذيك الفوقانيه ب 1200 60 درهم. مطيشه رخيصه اليوم، الخضره كلها رخيصه. اهلا اهلا. كيداير سموعة؟ السلام عليكم. بخير. اش داير هذا السوق اليوم اخويا؟ مزيان اخويا. مزيان؟ كيداير؟ قول لنا أثمنة شوية. أثمنة عندك ديال الحلوة. حلوة؟ 4 دراهم هي اللي كاينة. 4 دراهم هي الصحيحة. هذه الصحيحة. أكادير. أكادير كلشي أكادير. الدنجال. الدنجال 500. 60 درهم. شحال فيه؟ 20. 20 كيلو تكون. تكون 20. مطيشة. هذا كاين هاد الماركه ب 80 درهم، كاين هذيك الماركه بين 13 12 درهم. هذه 80 وهذيك 65. 65 حتى 60 درهم. بارك الله. ديال لوزي. ديال لوزي. اش اخر جبتو؟ جبنا كلشي عندك بالنسبه للكورجيت. كورجيت؟ سعر 4 درهم. 4 درهم بالكيلو. بالكيلو هذه. ديال اكادير. 4 درهم هذه ديال اكادير. لا شفت شي قرعات اخرين زوينين صورتهم. ديال شو سميتو ديال الغرب. ديال الغرب. ديال الغرب. ديال الغرب. تبارك الله تبارك الله. اش اخر؟ هذا مكور جبتوه انتوما؟ لا لا ماشي ديالكم. اش اخر؟ خيزو؟ خيزو جوج درهم هي اللي كاين. جوج درهم هي الصحيحه. الربطه بعدا دايره حاله اليوم. الربطه خيزو اليوم. الربطه رخيصه اليوم. الربطه اشوف هذا جوج درهم نجيلو صافي سير اخو. هذا الكابي؟ هذا الكابي 6 درهم 5 درهم ما بين 5 و 6. تبارك الله. اش اخر؟ مناسبه الحمد لله. اليوم السوق مزيان. اليوم السوق مزيان. السوق تقريبا هاد الايامات عندك من الحد من الحد لهنا. الحد والدين والثلاث واليوم اثمنه في المتناول. الحمد لله الحمد لله. والمهم بعدا حتى توجدت تبرعوا شويه اليوم.
الحمد لله. الحمد لله. الله يسهل عليكم اخويا. خيار 4 دراهم. سيدي الله يرحم والديك. السوق راه ما داير معنا والو، راه بنا مع هاد الناس غير هرس بالهرس. والبيع والشريق راه يضربوا، راه هاد البيع والشريق يقربوا يبقاو يطرشونا. اه الله يهديك الله يهديك. السوق طايح، السوق طايح وميت. الناس 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 مقلقين. هذا ماشي الحبس هذا. الناس مقلقين هادو بعدا دابا السوق طايح. يعني هاد الهبوط هذا في الصالح ديال المواطن، ولكن هادو راهما مقلقين. بيع شراي لي كروسيست راه مقلقين بزاف ديال الناس فيهم اللي ما سايل لي كروسيست ديال بصح ما تيبغيوش يتصوروا معايا، ما 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 عارفين ما يقولوا. قطعوا السوق نمشيو نشوفوا شويه الغنم عاوتاني كيداير. الغنم خلاص الغلاء الغنم. اهلا سي محمد، داير اخويا بخير صحة؟ انت مزيان الحمد لله. كدير شوية اخويا صحة؟ مزيان لاباس عليك. اش دايرة لاريكو اخويا؟ ها دايرة لاريكو؟ لاريكو 110 100 5 درهم حتى ل 5 ونص زوينة. الغرب هادي غربوية. دنجة؟ دنجة 100 درهم 18 16 حتى 16 ياه بارك الله. شحال فيها؟ طايح ب 40 ريال الكيلو. 40 فايتها 40 فايتها 40 يعني تقدر طايح ب 40 ريال. حنا نقولوا 40 ريال باش طيح عليهم التقسيطه تكون ب 3 دراهم حتى 4 دراهم. اش اخر جبتو؟ اش اخر؟ اخويا بخير صحة. قصبيه بشحال؟ 100 ريال. شيفلور؟ 60 درهم يعني بصح 60 ريال الكيلو باش يطيح 3 درهم باش يطيح. حامض هذاك ماشي ديالكم؟ والله يسهل عليك اخويا الله يجيبكم التيسير. بنان ديالكم شحال البنان صاحبي؟ كي داير؟ انت مزيان 150 ريال 7 درهم. الغرب زوينه السلعه زوينه مليحه. طاطا البيضه انت لمن؟ ديالنا اخويا. شحال بعتوها؟ 4 دراهم؟ بطاطا مليحة هذه. بيضة هذه. منين جاية هذه؟ منين جاية؟ تيفريز. تيفريز تيفريز. دويات هنا حدا تيفريز. عيد سليمان. أي أي عيد سليمان حدا عيد سليمان. شحال؟ 84 80 80 ريال. 80 ريال. والمكور؟ شيفرون. هذا المكور. ما خارش ما خارش ما خارش ما خارش. هذا هو الشيفلور ديال 60 درهم، ولكن تبارك الله فن ديال الفن ديال الشيفلور. واش تقول له هذا دابا انت؟ الجبن البن بالبيوضيه ديالو البيوضيه البن. الله يجيب التيسير الله يسهل عليكم اخويا سي محمد الله يجيب التيسير. راه عيط لي الخياط عيط لي يونس عيط لي يونس كده عيط لي عيط لي البارح عيط لي البارح. غندوز عندو غدا ان شاء الله. نشوف شي وقيت غدا ان شاء الله ندوز عندو نشوفو شوف عاود ديك الدنيا. لا راجل زوين داكشي علاش بغيت نولي عندو حتى الناس عيطوا لي قالوا لي تعامل معاهم مزيان. لا لا راجل مزيان. لا لا مزيان. لا زيت قالوا لي زيت مليحه. اللي بغى زيت الحجره عنده هو زيت الحجره. الزيت 90 درهم 90 درهم 90 درهم هي الصحيحه. الحجره ولا شين بحال بحال دابا هكا
انا كنبغي ديال لاشين ما نكذبش عليك. اه انا مشيت عند يونس الحروريه، هذيك الحروريه اللي فيها الدواء. اه هذيك الحروريه هي اللي فيها الدواء. سير قدامي، سير قدامي يا اخويا. انا شو شي وقيت غدا الا ساليت نمشي عندو ندير معاه شي فيديو على الزيتون والزيتون عاود نشوف اخويا. انا اخويا انت بالصحه والراحه، الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك اخويا الله يعاونك. هات اخويا البنان، بنان هذا البنان المليح. شحال هذاك البنان؟ هذيك دابا غتاكلها؟ هي البنان فابور وصافي. هذاك قال لي 150، هذا فابور دابا غير. دابا حيت عطاك بنان الله يعمر هذا. لا صاحبي لا حتى حاجه. اييه الله يسهل عليك. كي داير البنان؟ كي داير؟ قول لينا كي داير. هكذا ياك. الله يسهل عليك، الله يجيبكم التيسير. المهم تبارك الله عليكم، الله يعاونكم. البطاطا موجودة، البطاطا حتى هي داخلة موجودة. الخير خير البطاطا. شحال بعتوا البطاطا صاحبي؟ البطاطا خويا 60 ريال. البطاطا باعوا 3 دراهم. 60 من 60 ريال حتى 70 ريال. ما بين 3 دراهم و 3 دراهم ونص. منين جاي هذا الخير هذا؟ الخير غير البلاد. هيد البلاد هذه. هاد البلاد. عندك راه الطوموبيل عندك اخويا، عندك اسمح لي. لا حتى انت درمتي فينا. الرمان شحال هنا جامد؟ واش انا شحال بعتي الرمان؟ الرمان بعنا اخويا 100 ريال فريغو، ودير برا 4 دراهم. هذا 100 درهم، هذا فريغو 100 درهم، وهذا شفرجه. هذاك شفرجه شحال؟ 9 دراهم. 9 ديال الدراهم، هذا 4 دراهم، عطاو 72 ريال في هذا. عطاو 3 دراهم و60 هو تيقول 4 دراهم. شفرجه زوين هذا شفرجه زوين. شحال بعتي الكليمونتينا جمال؟ جمال جمال تلفوا الفلوس. كليمونتينا جمال كليمونتي 4 دراهم 50، 4 دراهم ونص، 4 دراهم ونص. مليح مليح هذا 80 ريال اخويا 80، 4 دراهم ونص. قال شريتي منه انت؟ لا. عاد عول باغي الله. وقال لي 4 دراهم ونص، قال لي 90 ريال. 90؟ اللي قال لي دابا. تبارك الله سلعه مليحه. سلعه مليحه. وقال لك انت 4 دراهم؟ احنا بغينا ب 4 دراهم الا بغى الله. بغيت تشري. الله يسهل عليك. بارك الله. داس عبد الله. هذا نسوى ديال 4 دراهم ونص؟ هو هذا السعر. شنو الماركة هذا؟ هذه ماريسول؟ لا أصبار. أصبار؟ أصبار. اللهم زيدني علما. مليحة مليحة فيها الماكلة كلشي. تبارك الله الله يسهل عليك. الصحة والراحة القهوة. كدير سي حسام؟ بخير اخويا. اش داير البنان اليوم اخويا؟ البنان بعنا اخويا 170. 170 ريال المليح. غرب المليح با. المهم المليح وريني نشوف. راس العاد دوي على راسها هاي. لا المليح تبارك الله تبارك الله. حسام المليح ابا المليح. حسام دلبانه الغربة هذه. الغربة اخويا المليح سيبر دلبانه ابا. كذا الحجم معقول؟ الله يبارك فيك. اش داير اخويا هذا الكليمونتي اليوم؟ 4 دراهم 80 ريال. منين جاي هذا الخير هذا؟ من الغرب. من الغرب تبارك الله. 4 دراهم كيدير في الجردة حنا كنبيعو ب 4. تبارك الله. ما عطيش 40 درهم. ب 40 درهم ما تيش بعتيها انت ب 40 درهم؟ انا ما كنبيعش فيها ولا نبيعها انا. قالوا داك الشيء اللي قالوا. شريتيها ب 40 درهم. تبارك الله. لا صورتها بالثمن صورتها. ما تيش 40 درهم. شحال بعتوا ما تيش اصاحبي؟ 40 درهم. 800 باش بعنا ما تيش اخويا. 800 40 درهم. هذيك اللي من لها. اي هذيك سنابلها ب 40 درهم. هذيك راها. 40 درهم. ديال اللمبارا ديال الصمت بعناها ب 40 درهم. هذه. راه راني شاد عليها. شاد عليها. ما تيش 40 درهم.
المنظر 4 دراهم، المنظر 4 دراهم. بوزكري باع ماتشا قرعه ب 1600. قرعه؟ باع ب 1600 ريال، ديال الفلاحه ديال بوزناقه باع ب 1600. بالصندوق؟ بالصندوق. على سوم 80 ريال الكيلو؟ لا، على سوم 30 كيلو ثمن. لا لا ما كاينش 30 كيلو، لا ما كايناش 30 كيلو في القرعه. القرعه ما فيهاش 30 كيلو. 30 وتات معمر. كاينه 30 كيلو في القرعه. 20 30. ياه، القرعه. القرعه. ومخلص الفلاحه ديال بوزناقه ب 700. باش مخلصهم؟ ب 700 درهم باش تخلصهم. الصندوق. اي الصندوق. اي والله يسلمك. قضيه حامضه وصافي. 12 باش باع، الله شاهد مع عليا. وراه قلت لهم اليوم الخضار اليوم الكروسيست راه ما تماش ما كاينش. قلت لك انا كنسلم على صاحبي في ساوشطا تعشيت عنده طاجين ديال الكروفي. واش عنده ريستورون ولا؟ عنده ريستورون مليح يا صاحبي دخل ساوشطا حدا الصيدليه. حدا الفرماسيه؟ بزاف. سلم عليه. الماكله مليحه عنده. اييه البارح. عنده طاجين الكروفي. البارح؟ ايه ودجاج كنسمع حفاس وكنجي عنده ناكل. تبارك الله. شي حاجه زوينه مليحه يا صاحبي. حدا الفرماسيه انا. حدا الفرماسيه. سميتو سميتو. كلامي كنت تكون طالع المهايا. الحاجاش الحاج سميتو؟ والله تنسى بيه السميه. نسيتي سميتو؟ نسيت السميه ديالو. حدا الفرماسيه؟ حدا الفرماسيه ملي كتكون طالع على المهايا. المهايا. الدجاج مليح. تيدير الدجاج والحوت كلشي. كلشي رقم واحد. تبارك الله. كنسمع حفاس كنجي ناكل عنده. تبارك الله الله يسهل عليه. الله يجيب له التيسير. اش داير النافيل اصاحبي؟ شحال؟ 6 ريال. 6 ريال باش ها؟ 6 ريال باش 3 دراهم. منين جاي هذا؟ جاوة 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 تبارك الله. المليح المليح. تبارك الله مليح. 3 دراهم 60 ريال. ماكلة واسع. ماكلة واسع. والله يسهل عليكم اخويا. الله يجيب التيسير. الله يجيب التيسير. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك الحاج المعقول. عندنا عزيز بزاف. قال المعقول في لاكارت ناسيونال المعقول. هذا؟ لا غرباوي. شحال؟ حال 76 ريال 70 76 ريال ما بين 3 درهم ونص و 3 درهم و 8 تبارك الله والله يسهل عليكم الله يجيبك التيسير اخويا شكرا تبارك الله صح مليح تبارك الله ابو عبد الله الله يبارك فيك اخويا الله يحفظك انت مزيان اش داير الربع اليوم اخويا الربع داير اليوم 10 12 دريال 10 12 ديال الصبر ديال قويدر هذا ديال قويدر هذا ديال قويدر معتو بارك الله الشيبه 10 100 دريال شحال الشيبه 10 دريال 10 دريال ربطه 100 دريال فيها 10 ديال قويدر بارك الله كلشي انت بعدا مزيان الله يسهل عليك الله يجيب لك التيسير اخويا خلو نشوفوا الرحبه ديال الغنم الشيخ هادو خارجين على برا من السوق هاد واقفين هنا ولكن راهم على برا من السوق زاو شو اخر كلو برا ولا كانوا مالين الملحه هنايا هاك ديال السي عبد العالي خير اخويا الله يحفظك اخويا الحمد لله يبغى الملحه الحيه راه عنده حتى هادي ها هي واش هادي محسوبه حيه هادي ديال الزيتون ايوا خاصني ندي منها شي شويه هاك قالوا تيقول كاين اللي تيقول لك حتى الملحه الاخرى طلاق قال لي تيقول هادي اللي خاص دار للزيتون هادي شحال السطيله 5 دراهم وقيل حتى الحاجب حاج بغات تكون قريبه للطوموبيل واخا واخا الله يحفظك الله يحفظك الله يجيبك التيسير الله يحفظك تبارك الله قبلت السوق ديال الغنم هو شحال عطا؟ 64 عطا 64 ألف ريال 3100 ريال اللي عطا شحال بغيتو نتوما؟ شحال بغيتو؟
بغا 70000 هذا 3500 او 3100 الله يجيب التيسير اخويا الله يسهل 44000 ريال 2100 شحال بغيتو نتوما بغا 48000 ريال بغا 2400 درهم الله يجيبك التيسير اخويا الله يسهل عطاو 84000 ريال اللي عطاو فهاد شحال بغيتو فيه شحال بغيتو شحال تطلبوا بغاو 90 90 عطاو 84 عطاو 4200 درهم هو بغى 4500 درهم الله يسهل عليكم اخويا الله يجيب التيسير 64 فهاد عطاو والو ما عطاو 32000 ريال في الواحد 1600 درهم اللي بغى في الواحد الله يجيبك التيسير اخويا الله يسهل عليكم الله يجيبكم التيسير اش داير في السن جمعة ألف بارك الله شحال عطاو 42 اش داير في السن سنة الحليب شحال بغيتي بغيت 340 بغيت 48 بغى 4000 2400 عطاوه 2100 لا عطاوه الله يجيب التيسير اخويا الله يسهل عليك اش دايرين في السن سنة الحليب ودارات بجوج شحال عطاو فيهم 45 فيهم 45 45 45 بجوج 45 بجوج 22500 في الوحده شحال بغيتي بغا 50000 ريال بغا 25000 ريال في الوحده وجود الماعز اليوم في السوق هنايا موجود جود الحمد لله صاحبي كي داير اش عندك اخويا جوج خروفات وجوج نعز هادوك على ميلاد بارك الله خمسة وخمسين في الوحدة على ميلاد قراب قراب وهاد الخروفات هادي هادي شحال 20000 عطاو هادي 1000 درهم هادي ما عندهاش لودين ما عندهاش لودين مسكينه ما عندهاش وهذيك عطاو 38 اللي عطاو 1900 درهم الاخرى عطاو 1000 درهم هادو بجوج عطاو 110 شحال بغيتي في هاد النعجات هادو كنقول فيهم 130 130 تبارك الله يلا عطاو 110 على ميلاد عطاو 55000 ريال في الوحده هو بغى 65000 ريال مازالين صغار شحال تني تنايا يلا مطلعين الجمهور باقيين صغار الله يجيب التيسير اخويا الله يسهل عليك كي داير الله يحفظك اخويا الله يسهل عليك اش عندك اليوم الله يسهل عليك الله يجيبك التيسير اخويا تبارك الله عليك هادو عطاو 57000 ريال عطاوهم 2850 درهم شحال بغيتو؟ نقولو 60 جابها الله بغا 60000 ريال بغا 3000 درهم السلام عليكم كي داير اسيدي؟ بخير اش داير هذاك الخروف اللي ملهيه؟ هذاك اللي ملهيه؟ اه 76 76
3800 درهم. بغيتي 4000 درهم؟ بغا 80000 ريال. وهذا الصغار؟ هذا سيدي عطاو 64. عطاو 64000 ريال، عطاو 3100. شحال بغيتو؟ الا زاد يربحو. بارك الله. هذا شوي غنبيعو ما زادوش لك على البركه. هذا ما كان، هذا ما كان، دوك كيبيع ب 3200 درهم، 64000 ريال. الله يسهل عليك. اش عطاو في هذا الخير؟ 85. والبيع؟ 94. عطاوهم 85000 ريال، يعني 4250 درهم. هو بغى 4700 درهم. كلهم سنان الحليب هادو؟ سنان الحليب، خرفان زوينين، خرفان نقيقيين زوينين. كتعطي التليفون اللي بغى التليفون؟ قول. 056 56 40 43. الله يسهل عليك، الله يجيبك التيسير. هادو راه كاينين في مكناس، اللي بغى شي حاجه يعيط لهم. هادو الحواله ديال البوشيخي هادو، بارك الله. هادو اللي بغى الكسيبه، اللي بغى المناسبه. انت البرجاوي؟ 0664 0664 58 08 09 في الاخر. اودي راك ها؟ 0664 58 11 في الاخر، 11 في الاخر. شحال عطاو في هذا الخير هذا؟ عطاو 140. عطاو 7000 درهم. شتو قطعوا له ب 8000 درهم. كي داير السوق؟ شويه مزيان. البقر، البقر بالخصوص، ما الغنم غاليه اخويا. حتى البقر شويه. شويه لاباس، البقر مهم. تبارك الله، موجود الخير شويه؟ موجود الخير تبارك الله. الحمد لله، الحمد لله. الله يحفظك. غنتلاقاو عند عمر. ان شاء الله. نتلاقاو عند السي عمر، تبارك الله عليك. ها؟ الثمن كاين والسلك ما كاينش. الثمن كاين. امين اخويا امين. امين اخويا امين. الله يرحمنا. كل شيء نغلبوا شويه وصافي، وكل شيء قريب عند الله. هذا ما كان. الحمد لله الخير موجود، السلعه موجوده والثمن كاين. الحمد لله. السلوك شي شويه ما كاينش. منين جايين انتوما؟ منين جاي انت؟ منين جاي انت؟ انا ولاد الجامع. ولاد الجامع. اقليم، اقليم، اقليم مولاي يعقوب. اقليم مولاي يعقوب. اقليم مولاي يعقوب. الله يسهل عليك. العجاجره. جماعه ولاد الجامع. ولاد الجامع كلها ولاد الجامع. ولاد الجامع، الجامع عند العجاجره. العجاجره. اقليم مولاي يعقوب. اقليم مولاي يعقوب. الله يسهل عليكم اخويا، الله يجيبكم التيسير. شنو عطاو؟ 540. عطاو 540000 ريال، يعني 27000 درهم. عندها عجله ياك؟ ها؟ عندها انتوا عجله. اش دايره في السن هي؟ الجموع. الجموع. هادي ديال الشوكة. مناش هادي؟ ليموزين ولا موبيليار؟ بلجيكي. بلجيكي تبارك الله. تبارك الله. شحال بغيتو فيها انتوما؟ بغينا فيها ثلاثة. بغا 3 المليون، بغا 30000 درهم، عطاوه 27000 درهم. الله يسهل عليك اخويا. الله يجيبك التيسير، الله يجيبك التيسير. هادي عطاوهم 470000 ريال اللي عطاوهم فيها. يعني 2,70,000 ريال، 23,000 درهم و500، هما بغاو 520,000، بغاو 26,000 درهم.
اللي بغاو هما. اش دايره في السن؟ اش دايره في السن؟ مازال صغيره بارك الله. وشحال شحال باقي لها وتولد؟ يلاه عندها 4 شهور. يعني باقي لها 5 شهور وشويه. البقر تيحمل 9 شهور ونص تقريبا. الحليب فيه الحليب تبارك الله زوين. راه باينه بيان الحليب. تبارك الله باين الحليب. باين الحليب. تبارك الله الحمد لله. الله يسهل عليكم اخويا الله يجيبكم التيسير الله يجيبكم التيسير. السلام عليكم. داير اسيدي بخير. اش عطاو في هاد الضروبه؟ هادي مليون و62 سميتها اسم الماركه هادي ليموزين شاروليز مليون مليون و62 13000 درهم و100 درهم. شحال بغيتي انت؟ بغا 70 13500. وهذيك اللي من ليه؟ طليانيه هذيك شحال عطاو فيها؟ مليون و54 مليون و54 22700 درهم. وهادي هاد الهولشتاين هاد ديال الحليب هاكا شحال عطاو فيها؟ ها 330. شحال بغيتي انت؟ بغا 350000 ريال. عطاوه 330000 ريال. بغا 350000 ريال. يعني عطاوه 16000 درهم و500 درهم وهو بغا 17000 درهم و500. بارك الله الله يسهل عليك اصاحبي الله يجيبك التيسير. بارك الله. كاين بلاصه الحامير والبيغال من ديك الجي كاينه كتكون بلاصه كبيره هنايا نتاع الحامير والبيغال هنايا. بارك الله. دجاج 400 ريال. السوق طلع السلعه مرضت السلعه جات موت الناس ما كان غير برك وزيد. كاين كاين المرض في الدجاج. الدجاج مكناس كله راه تير موت. تبارك الله ما شاء الله داك الشيء باش السوق غادي يطلع مازال غيطلع مازال يقدر يطلع اكثر من هذا الشيء. كاين الضياع كاين الضياع عند الناس مالين جو. بحال شتي بعيني كاين المرض في الدجاج. المهم دابا اليوم داير 20 درهم. اليوم 20 درهم 20 درهم داير الدجاج. كاين الضياع الناس مساكن مالين الدجاج غيضيعوا ماشي غيضيعوا. الراجل 30 مليون في الكوري تتمشي 30 مليون في الكوري كتمشي. والله الله يحسن العوان اخويا الله يحسن العوان ما سهلاش ما سهلاش. الله يدير الخير. امين اخويا امين الله يجيبكم التيسير الله يسهل عليكم. هبره 900 وطياب 600 وطياب 600 تبارك الله وما هذا ماشي النتوى. لا تكر تكر عرفت عرفت لا بيبي تكر الله يسهل عليك. اللهم امين. بيبي كيجيبو حي حتى لهنا وعاد تيقادوه. هادي راه حنا في لاباطوار دابا. كي داير الحوت اليوم؟ خير بوجود الله الحمد لله الحمد لله. التجارة اللي ناقصة ياه تبارك الله. هذا أولى حدا الواحد لا ليش شحال دايرة هادي؟ 500. وهادي؟ هادي حلامة. حلامة شحال دايرة؟ 500 تاهي 25 درهم. شطون 18. هذا الفرخ السنور 30 درهم 30 درهم 600. الرايه 30 درهم. هذا الروجي الحجله والروبيو شحال دايره؟ 25. هذه اش يقولوا لها؟ العود. هذه هذا شحال داير العود؟ لو شوفال دو لامير 30 درهم تبارك الله. والسردين هو هذا 18 درهم 18. هذا هو شطون شطون شرن
20 300 الله يجيب لك التيسير اخويا شكرا الله يحفظك سيدي الله يجيب لك التيسير كدير انت مزيان صحة كدير السوق اليوم واش كاين الجودة الجودة موجودة الثمن طالع شوية اليوم ها طالع شوية شحال ديال السردين 13 درهم هذا 20 18 هذا 250 شنو هذا سميتها البوقة ولا سميتها البوقة البوقة 12 درهم ونص هذا سردين غليظ هذا شوية زوين هذا شحال تيدير 250 حتى هو الله يسهل عليك اخويا الله يجيب لكم التيسير وهذا مارشي زوين عندهم هنا ديال الحوت اللي كاين في عين تاوشطات كاين حتى ما عندك الحوت عاود طايب ها هذا الفرخ هذا تصنوا هاد كاتاي عندي زوين حتى ما كتبقاش يعني باش تكسر ديما سو كونسون ديما كيزيد وديما الزيت كتمشي وصافي كتبقى ديما الزيت جديدة اشحال ربعة كبيرة اخويا 25 درهم مليح 25 درهم مليح رجع مليح اه بالراديا كاين اللي قلتي لي الكاسكيطة مليح 25 هالكفتة ها هالكفتة هذا داير هنا داير كبيدة وداير فيلي هذا ياه سول عليا اي واش انا غادي نجي عاود في الظلمه عاود رجع وعند النمره ما عنديش كنصوني عليك والله الا صابر يا اخوان النمره 19 كويده حتى تدير 120 درهم يا صاحبي عبد القادر انت مزيان صحه الله يكبر فيك ايوا يدير الجيب عنده القلب صحيح يقول يضربها بحال هكا بارك الله كليتي نص كيلو نتا فيك هدو قد نص كيلو بصحة والراحة اخويا بصحة والراحة بارك الله بارك الله رائع شوية قولي واخا ما كتجيش واخا ما كنجيش اخويا كنفرع عندك القناه وكنتفرج مع راساتي كنفطر كنشوف الكسيبه شنو كاين فيها كنشوف الخضره كنشوف جميع المسائل الله يسهل عليك الله يحفظك الله يحفظك الله يجيبك التيزير على بالك راه الشحيمه اه هي اللي كتبنى القضيه ياه ولكن اخويا راه الله بالنسبه للناس الكبار لا لا الناس الكبار ما يا راه يا خويا اه يا فلوس نسيتينا العموم لاباس عليك الله يسهل عليك الله يرحم الخويا ما كنتش هذاك الشيء باش ما تنبانش الله يبارك فيك الله يبارك فيك عبد البي هو
انت دير كلشي مسوس غادي تخرج لنا مسوسه حميدو ديال كيلو دولار هذا الشيء هي خارجه الكيلو ديال جويجه تاخو عادي ديال اوكي ديال الملحه ديك الساعه راه ما فيهاش الملحه ومول البراد مسوس هنا دير كيلو دولار بلاد النبي الله يحفظك اخويا بارك الله هالحوت شحال الرابعة ديال الشطون 20 درهم والحوت الابيض 30 درهم سير صاحبي لاباس عليه صحة القرقع قرقع كاع تفضل قرقع القرقع قرقع طيب طيب هنا اللي بغى يشوي الحوت السردي هذيك الهندية الحمراء فوق درهم 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 تنبيعو هذيك الربطه بدرهم درهم والمعدن والقزبور القزبور درهم الكراوس بدرهم كل شيء تبارك الله الله يسهل عليك الله يجيبكم التيسه ماشي مشكل الله يجيبكم التيسه الله يحفظك بارك الله بارك الله ندير واحد التحيه مرحبا اخويا هي الاولى ثلاثه الاخوان في اطلال المول منهم نجيه وياسين وفتاح في المانيا المانيا تبارك الله تسلم عليهم تسلم عليهم اختي فلينوس وبشرى في ويلبا في اسبانيا في اسبانيا من البلاد من بلباو تبارك الله وافتح لي ديك القريعه دابا وقول لي شحال دايره ديك القريعه ماشي شي حموريه هذيك زوينه ما بيهاش مليحه تبارك الله شحال دايره رخيصه شويه شحال نص كيلو بستين كيلو 120 ريال الكيلو تبارك الله الحامض 5 دراهم الثومه شحال ربعه كبيره ب 300 ربعه كبيره ب 300 ديال الكوري 60 درهم الكيلو الحار شحال ربعه كبيره ب 60 ربعه 10 درهم الكيلو اللي بغى ربعه ب 3 دراهم اللي بغى ربعه صغيره سخونات هذيك 120 باش بعت بالقرو شحال كتبيعها انت ربعه ب 60 واللي بغا كنعطيوه الله يعطيك الخير الله يعطيك الخير الله يجيب لك التيسير الله يسهل عليك تبارك الله عليك الله يبارك فيك صحه ثانيه كي داير الغنمي اخويا اليوم اخويا الغنمي غالي ها الغنمي غالي بزاف يا المرضي اياه شحال داير اليوم 100 درهم 100 هذا هذا مزيان حاجه مزيانه هذا مليح هو كاين المليح كاين الغلا كاين خيرات كاينه والثمن كان ب 90 ديك السيمانه 90 واخا ب 90 ما مخرجش غير من تجيب لي سلك السوق شويه عيان وصافي 90 درهم ما مخرجش ياك ما مسلك والله يجيب التيسير اخويا الله يسهل عليكم الله يجيبكم التيسير الله يسهل عليك شحال دايره الدواره؟ الدواره 500 من راس 800
شحال من راس؟ 800 بلا عظم؟ بلا عظم بخال الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شحال الثمن؟ نعم الحمد لله 60 درهم العجل حاجه نقيه. العجل الفن داكشي زوين تبارك الله. الله يسهل عليك. بغيتي المليح الله يجيب لك التيسير. بغيتي الصغر والمليح والدواره 30 درهم والنقاء وحاجه زوينه. بارك الله. أكاد تصام هذاك 40 درهم هنا دار سي عمر الله يعطيك الخير. اش داير الحمد لله العجل اليوم اخويا 90 درهم 90 درهم هذا كان فريخ زوين تبارك الله. اه لا لا داك الشيء زوين الغنمي والماعز الماعز راه عاد صيفطناه دابا شحال هاك عندك 1700 عندي ماشي 1500 قال لا كيلو ونص عندي ابا صافي ودابا تصابيت هدرت بقات هضره كان العنزي كان ضريع العنزي العنزي 120 درهم الغنمي الله على ما يكون زايد شويه ياك يعني يكون شي 130 ولا هذاك الشيء ما غادي يكون انا ما درتش حال بروميير البروميير تنهضرك على الجديد سنين الحليب مليح وجيب معاك 100 ريال جيب الله يسهل عليك اخويا غير دابا صيفطناهم يذبحوا الله يجيب لك التيسير امين الله يسهل عليك الله يجازيك بخير وخلاص اخويا 100 ريال وبحال بحال هذا السلك ولا الحمود هذا السلك هذا السلك حتى هو 100 لا هذاك غير 2 درهم هذا 40 ريال وهادي هذيك 5 درهم هادي 100 درهم ها الخبيزه مقوله هذا الخس جوج درهم الصلاه جوج درهم ها كل صحمة الله السي محمد بارك الله لا لا فين داك الشيء زوين تيعجبني انا هذا الشيء البلد الفجل شحال داير؟ لا خويا يقول حتى هو 50 ريال 50 ريال جوج 100 ريال جوج 100 وبارا 50 خيزو 4 دراهم 4 دراهم الربع خلاص 30 الربع درهم ونص الله يجيب لك التيسير لا برا 45 درهم 45 درهم واللي بالعظم بالعظم 30 درهم 30 درهم الله يجيب لك التيسير حمص 20 درهم واللوبيا 400 400 العدس هذا هو 400 هذا وهذا اللي بغيت بحال بحال هذا كندا هذا زعير هذا ديال زعير هذا 20 درهم الجلبانه 160 كيلو انت زايد شويه وقيله بارك الله لا 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 ها ها لا 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 ما كيتعبروا بالميزه الاخر شحال كتبيع داك الزيتون بلدي اه بلدي هذا 500 هذاك من الثمن مزيان ديال هذا العام ولا هذا العام اللي فات هذا جديد هذا زيتون جديد ها هذا زيتون جديد هذا مزيان ب 500 الشيء الاخر زيد فيه شويه الشيء الاخر مغلي شويه تطابع 100 ريال باش باعوا البطاطا تيطاي هذه اثمنه تيطاي الفلفله شحال اخويا الفلفله 120 الفلفله 120 دنجال 100 دنجال 100 الشوفلور 100 لاريكو 8 درهم الجلبانه 9 ديال الدرهم خيزو 3 درهم القرعه 5 درهم الخيار ومطيشه 60 ريال مطيشه 3 شكرا غير موجود الحمد لله الاثمنه انتم سمعتوا اثمنه مناسبه بالنسبه لليوم التقسيط هاكا تيلعب التقسيط هذا الشيء اللي غيكون التفاح هذا 7 درهم هذا 11 درهم شحال شحال بعتي شحال بعتي اللحم كنبيعو اخويا ب 600 640 640 30 درهم والهبره كنبيعو اخويا ب 45 والهبره ب 5 ب 900 45 درهم مصاوب غير هذا الصباح هذا الشيء مصاوب غير هذا الصباح اي لا لا دزتهم شتهم في الكورنال الله يجيب لك التيسير الله يسهل عليك شكير لك المال كي داير بخير انت مزيان الله يسهل عليك كلشي رخيص
الحمد لله. شحال داير هذيك مطيشه اللي حداك؟ دايره خويا 70 60 70 60 ريال. تبارك الله. الله يحفظك. وهاد البطاطا؟ خويا 100 ريال البطاطا. هي هذه الخضره هذا الشيء اللي كاين. ها انتم. تبارك الفلفله 120 دنجال 100 خيار 120 ناريكو 200 جلبانه 200 خلص علينا شي 4 كيلو ديال الجلبانه. مرحبا خذ اعتبر له 4 كيلو على حسابك. طيح بارك اخي. الزو هذا شحال؟ الزو 100 وهذه؟ هذه 160 مطيشه هذه ديال 60 ريال 60 ريال. لا عطيه 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 على حسابي عطيه عطيه هذاك السيد. كي داير انت؟ مزيان صحيحة كلشي بخير. كتعاود بابا كنعاودو غير الخير. الحمد لله الحمد لله. الله يسهل عليك اخويا. كنبغيو تنشجعوك على هذا. الله يحفظك اخويا. الله المبادره ديالك. بارك الله فيك. شكرا شكرا. الله يجيب لك التيسير. وتحيه للناس المهايا كاملين. المهايا المهايا هو تيحييكم. بارك الله. شحال ديال المكور؟ ها 120 وقريعه؟ قريعه 120. هذه عند ولد با عبد الله هذه القريعه هذه اللي جاي من مكناس ماشي هو؟ قرعة فنة هذه زوينة. البسباس بشحال كتبيعو؟ 120 6 دراهم 6 دراهم. بارك الله. الربيطة هاد اللفت 60 ريال. الله يجيب لك التيسير اخويا. الله يسهل عليك اخويا. بخير صاحبي. فين عندكم غير جوج كيس؟ ها؟ كم هي جوج كيسان اخويا؟ بارك اخويا علينا. انا ولدي تا الفطره. بالصحه والراحه بالصحه والراحه. اش داير اخويا اخي الزواج اش داير؟ ايوا كل ده حاجه ثمانيه كاين حاجه 60 ريال. تبارك الله. قناريه 100 بالصحه والراحه اخويا بصحتكم وراحتكم. بارك الله. شحال بعتوا التفاح؟ 120 6 درهم. والبنان؟ سعود. الله يسهل عليك. الله يجيب لك التيسير. التمور تبارك الله موجود بخير. التمور كتكون اثمنه زوينه. اش داير الزيتون اليوم؟ الزيتون ديال هذا الرومي هذا كيدير 30 درهم. 30 هذاك؟ اييه رومي هذا. رومي هذا هذا بلدي 25 درهم. هذا 25 وهادو العظم ديال العظم كيديروا 23 درهم 23 درهم. وهذا اللي ما فيهش العظم هو الرونديل 23 درهم 580 ريال. أيه. الله يجيب لك التيسير اخويا. الله يسهل عليك. غير البيض اليوم 28 28 27 هذا 28 وفينو 27 والطرف اللي من هذاك اللي من لهيه اللي من لهيه 27 28 يعني ما بين درهم و 35 ودرهم و 40. الله يسهل عليك اخويا. الله يجيب لك التيسير. دخلوا للسوق ديال الدجاج. الرحبه ديال الدجاج. البيض هاد السيد كيبيع ب 45 ريال. بيض بلدي هادي مهرسة. هذاك الغليط ب 60 ريال بلدي حتى هو كروازي كروازي 60 ريال 3 دراهم. ولكن العلف ديالو مزيان يسار علف عادي. شحال؟ شحال الثمن؟ ماشي هو دابا ما هادي ضارة هادي ضارة ضارة يعني حاملة. ها؟ ماشي شي واحد اخر خليتيني في النوم ماشي ما عندك شديهم حتى السوق 2000 120 110 120 حتى شي حاجة ما نطرقوها. شحال ذوك الفراج السي عبد الكريم؟ 80 درهم 80 درهم الواحد. وجود بيبي عند السعود الكريم 170 درهم
370 قابة. هاد البيض هذا؟ 50 ريال. هاد البيض؟ هذا 320 درهم. هذا 6400. محمد يبيعوا البيض ب 50 ريال. البيض دبيبي ما كاينش؟ شحال داير؟ 4 درهم. 80 ريال بيض دبيبي. يبيع البيض دبيبي ب 80 ريال. ها هو تبارك الله بيض موجود زين. هذا تيبيعوه ب 50 ريال البيض ديال البلدي. هذا زوين. هذا بيبي زوين 80 ريال 4 دراهم. هذا الاخ عبد الكريم اختصاصي في بيبي. قول لي النميره اللي بغا. 06 64 11 61 54. الله يحفظك اخويا. الله يجزيك التيسير. الله يجزيك الله يجيب التيسير. الله يحفظك محمد. السلام عليكم. بخير. تحياتي ليك والمتتبعين ديالك. الله يحفظك اخويا. جيني راه كتفوج علينا واخا حنا دابا تزاد دابا احسن منا. الله يسلمك. حنا في السوق وكنتسالاو معك السوق. الله يسلمك. مرحبا خويا. مرحبا سي محمد. مرحبا. خويا كاين شويه التمار. ياه. كنكون خدامي مع الحباب فاش نكون جاي من فراش وهذا. راه جاي توريست. ولكن دابا هي فين كاينه التمار باش نجمعوا الحباب. كتجمع لكل واحد لا كوموند ديالو. كاين اسفي كاين اكادير. واش يدير هو جاي مولا راه موستاج. كيجمع عندنا خويا هادو هما. اهلا نكملوا مع راجل التسويق. عندنا خويا هذه السلعه مواليها. هادو بيبيات. هادو جبد لك تشوف. لا 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 يخليهم صافي. عندي هادو بيبيات. شحال دايره بيبيه انتوا؟ بيبيه خويا دابا 170 درهم. 170 داك الشيء اللي قالوا. داك الشيء اللي قالوا لي. والذكوره؟ كره من اقلهم 205. اقلهم صغير 200 راه تدير فريخ. فريخ 200 هو دابا تبع الكسيبه. بيبي تبع الكسيبه. لا راه شفتو شفت واحد راه ب 320 درهم. دابا هادو مخلصين ب 5000 ريال الواحد. ايوا خصك على الاقل 280. الترونسبور ديالهم ما مسلكش. وعاد راه غتديه وتطلقوا. شو واجب في صحه جيده ولا غير. ولا انا ما كنبيعش الماكله. الكسيبه. الكسيبه خصك تبيع له حاجه نقيه. حاجه نقيه. ما عليناش. هنا عندنا خويا الدجاج الفيومي. فيومي. شحال دايره؟ شحال دايره هذه؟ بياضه هذه؟ الدجاج الفيومي بياضيه. شحال دايره هذه؟ 80 90 درهم. 80 درهم. اعطينا النميره اللي بغى شي حاجه. مرحبا خويا. اعطينا النميره. هنايا نولعهم. تبارك الله. شنو هذا؟ فروج خليط السلالات. خليط السلالات. هذا راه ولد ليكورن هذا. تبارك الله خويا. هذا يمشي للولاعة. ولاعة. يسهل عليه الله شي مولاعة. هذا بحال. تبارك الله. هذه بلدية هذه. هذه غتمشي لأسفي إن شاء الله. تمشي لأسفي؟ إن شاء الله. تبارك الله. الحبيب بغى واحد. أسفي. أسفي وفاش غتصيفطها له؟ موجود. لا توصل بصحة جيدة. واكلة شاربة ناشطة. تبارك الله. هذه كتغني تلعنو. تلأسفي. تبارك الله. تبارك والله. تحياتي الله يحفظك اخويا. الله يحفظك سي محمد. تحياتي الناس. شكرا. الله يلاهم يا دايرين ضرب عندهم شي نوره. قول لنا النميره. 06 96 42 30 41. دواجين محمد حدين. دواجين سي محمد حدين راه عنده القناه اللي بغى يدخل القناه ديالو. سميت القناه. دواجين محمد حدين. دواجين محمد حدين. مرحبا بكم. محمد حدين بالعربيه. العربية وما تنساوش كليك يجيبو الدراج راه مسكين. شوف راه لابس الديله. ولعتهم السيد. راه شوف شخصية ماشي شي واحد. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك. الله يسهل عليك. الله يحفظك. الله يحفظك سي محمد. هو اللي كيتفرجوا به الوليدات مع والديهم. الحمد لله. الحمد لله. ذاك هو الهدف ديالي باش يتفرجوا الناس مع اولادهم بدون حرج. الحمد لله. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك سي محمد. خلي موراك مسيرة موفقة. الله يسهل عليك. الله يجيب لك التيسير. عانك الله. لا بد ندوز نسلم عليك. لا بد سي محمد اخويا. كي داير هذا السوق؟ الحمد لله. موجود الخير بعدا. اثمنه شويه شويه الاثمنه. كي داير انت مزيان؟ صحيحه الحمد لله اخويا. الله يسهل عليك. اهلا وسهلا. اهلا صاحبي. اهلا سي مصطفى.
اهلا سي مصطفى. اهلا عارف الله زين هذا عاوتاني. الحمد لله. كي داير انت مزيان؟ انت بخير؟ والله الا بخير الحمد لله. اعطينا النميره اللي بغى شي حاجه بعدا. مرحبا. قول لنا 06 32 98 35 26. تبارك الله عليك سي مصطفى. شحال داير هذا الفريخ هذا؟ هذا اخويا البابيو. هذا بابيو. هذه بابيو 170 درهم. 170. شي واحد بغا يقول لي ضرره عنده. مرحبا دار. مرحبا انا معاك. 170 درهم هادو خديناهم شي 50 درهم. 50 درهم تتبيض ولا ما كتبيضش؟ 200 درهم هذه كتبيض ولا ما؟ والله دابا كنشريو على الله كنبيض. كيبيض كيكذب. تبيعها ب 60 درهم اذا شريتيها غتقول لك كتبيض. لا ب 50 تبيعها ب 60. لا راه كتكون باينه وراه كتقول لي كتكون فيها البيضه باينه. ها بحال وجهك دابا. نعطيك ال 100 فلوسه. الله يحفظك اخويا. الله يسهل عليك. اخويا عاوتاني ندي معاك. اي كاينه. الله يسهل الامور. الله يجيبك التيسير. الله يحفظك اخويا. خلص هذا الكاس. تبارك الله عليك. الله يحفظك السي احمد اخويا. اش داير هذا؟ فيومي. فيومي والخالق. ايه الفيومي والخالق. شحال باقي تبيعو؟ 25 درهم. واللي بغى يعيط لك؟ مرحبا 076 076 88 67 15. عيط للسي احمد راه عنده هادو. اللي بغى حتى الطيور راه كاينين عند السي احمد. بارك الله. وهذا السوق ديال عين توجطات اليوم. اليوم الخميس. اليوم 28 في شهر 11 28 نوفمبر. هذه 10:22 دقيقه. تبارك الله عليكم. السلام عليكم. Thank you.